في نقطة مهمة تجمع قراءات النهاردة كلها ونلاقيها موجودة في مزمور النهاردة. وأنت أيها الرب إلهي جعلت عجائبك كثيرة وفي أفكارك ليس من يشبهك. في أفكارك ليس من يشبهك. يقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالة الفيليبي اللي صلينا بيها النهاردة برضه. يقول ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. يعني كتاب النهاردة والروح القدس أرسل لنا رسالة يقول لنا إن في حاجة اسمها فكر المسيح. إيه فكر المسيح؟ وإزاي أعرفه؟ وإزاي أشوفه؟ وإزاي أقدر أميز الأصوات اللي تبقى قدامي في العالم؟ إن كانت ماشية مع فكر المسيح ولا مع فكر العالم؟ في إنجيل النهاردة يقفوا اليهود ويشوفوا رب المجد يسوع وهو بيبكي على العازر، وتيجي أخته وتقول يا سيد لو كنت هاهم لم يموت أخي. ده فكر العالم. اليهود يجوا يعلوا برضه في نفس الفكرة ويقولوا إيه؟ ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ ده فكر بشري لكنه مش فكر المسيح. الفكر البشري انه ابعد عني الخطر، ابعد عني التجربة، ابعد عني الموت، ابعد عني اي حاجة تضايق جسمي وتضايق راحتي وتضايق مشاعري. ده فكر بشري. لكن فكر المسيح ايه؟ يقولوا له قد انتم، لانه قد له اربعة ايام. يقول لهم هذا المرض ساعة لما كان مع التلاميذ في الاول، يقول لهم المرض ده اصله مش رقاد كده عشان خاطر، ده مش رقاد نوم، لكنه ده لمجد الله. المرض الموجود اللي فيه العازر اخونا ده عشان مجد ربنا. فكر المسيح في العازر انه مش قادر بس ان يقيم الجسد، لكنه قادر ان يقيمه الموت الخطيه ويديه حياه ابديه، وبالتالي يكون ابن ليه ويكون اسقف بعد كده على قبرص يعيش كم سنه كمان ويخدم فيهم ويشهد للمسيح فيهم. لكنه في الاساس الله يستخدم هذه الحادثه كلها عشان يقول لنا انا جاي عشان اقيمكم انتم ابناء لله وابناء ليا، لكن مش مجرد اني امنع عنك المرض وامنع عنك الموت الجسدي اللي انت خايف منه وامنع عنك اي احزان واي ضيقات بتتعرض ليها في العالم. فكر المسيح انه هيتصلب عشان زي ما قال بولس الرسول. فكر المسيح فيه خضوع لمشيئة الله. فكر المسيح فيه ان لا تكون صار صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. فكر المسيح فيه طاعة. فكر المسيح فيه اتباع. فكر المسيح فيه قبول للموت الجسدي لا عشان خاطر يمنحني حياة أبدية. فكر المسيح فيه انه بياخد مكاني عشان خاطر يديني اللي ما كانش ينفع بالخطية انا أدبه. عشان كده كل ما هو للمحبة، كل ما هو احشاء ورأفة، كل ما هو تعليم يمشي فكر المسيح أن نكون مفتكرين شيئا واحدا ولا نصنع شيئا بتحزب. دي كلها صفات فكر المسيح. فكر المسيح يجمع فيه هو. فكر المسيح يعرفنا الطريق والحق والحياة. فكر المسيح مليان محبة. كل الكلام اللي تقوله حبيب الأخوك وهو مليان كبرياء أو توقيع ما بين الناس وبعضها أو ذاتية أو مين أحسن مين أو مين أفضل، كل الأفكار دي ما يشفي المسيح. فكر المسيح مليان محبة وتضاع. فكر الناس وفكر العالم زي ما قرينا في الإبراكسيس، احسبوا الفلوس بكام، احسبوا الكتب بكام، لقوها 50,000 من الفضة. فكر العالم ازاي تدمر 50,000 من الفضة كتب وشغل وعلم من وجهة نظرهم يعني. لكن فكر المسيح ايه؟ ما يسويش حاجة. ده 50,000 الفضة دول ما يهمناش.
ما كان الفلوس في الكنيسة تحت الرجلين، كان تحت رجلين الرسل بيرموا الفلوس. فكر المسيح الفلوس مش مهم، لكن فكر العالم الفلوس مهم قوي. فكر المسيح انه ابكرجون اللص ده يقف قدام القلاية بتاعت الراهب اللي بيصلي طول الليل ويتحول يكون شهيد، فكر العالم انا ابص له كده واقول ده حرامي، ده ما ينفعش اصلا، ما ينفعش يخش الكنيسة اصلا، ده راجل حرام. ده فكر العالم ده، لكن فكر المسيح مليان رجاء، مليان محبة، مليان تضحية. فكر المسيح انه جه وكان في الآية في المزمور اللي هنا، لو قريت المزمور كله، مزمور 40 في الطبعة البيروتية، انتظارا انتظرت الرب، مزمور في غاية الجمال. لأنك يا رب أنقذتني، حتى الترجمة يعني الكلمة غريبة شوية، أنقذتني من الغطاريس. الغطاريس دول اللي هم إيه؟ فكر العالم، فكر الشيطان. أنقذتني من الأفكار الغلط، ليه؟ عشان يكون ليا فكر المسيح. تجاه هذا في الروح حبيبي لازم تبقى عارف ايه اللي للمسيح وايه اللي للعالم. ايه الكلام اللي تسمعه وتقول ايوه دي طريقه ربنا، ايوه ده صوت ربنا. خرافي تسمع صوتي، ميزه الخراف انها تعرف تميز صوت الراعي. لو قعدت حياتك الروحيه كلها حبيبي وانت مش قادر تميز الكلام اللي بيتقالك اذا كان دوت كلام من عند ربنا ولا كلام من العالم، يبقى انت لسه ما سمعتش صوته. الصلة الحقيقية بالله انك تعرف تميز روح صوته وتعرف يعني ايه فكر المسيح. هحكي لكم حكاية عشان خاطر قداسنا ياخد وقته بانتظام. شاب صغير كده كان ايه عنده شوية دراسات في الكتاب المقدس، ويعني شاطر، خادم شاطر شويتين، حب ربنا من كل قلب، وروح باعتراف يعني روحاني من اللي له فكر المسيح كده. كان في خدمة معينة وعمل خدمة معينة، قالوا له يا ده انت شاطر قوي، برافو عليك، يلا ده في مش عارف مين سيدنا فلان عامل لجنه مركزيه مش عارف عشان خاطر ايه وايه وايه وايه، احنا ندخلك في اللجنه ديت عشان خاطر لما تدخل تعرض افكارك الحلوه دي قدام سيدنا، فسيدنا يشوفك ويكبرك ويخليك حاجه حلوه قوي، وتبقى يعني شاب صغير في جامعه بس. خد الكلمتين زي اي انسان روحي بيحب ربنا، راح لابوه، ابا اعترف يا ابونا قالوا لي اعمل كذا وخلي كذا واعمل ايه. قال له ده حلو قوي الكلام ده، ده التفسير المنطقي كده، الديفينيشن لفكره الوصوليه. شوف هما بيحبوا ايه، شوف القيادات عايزه ايه، تسمع كده اللي هما بنفسهم فيه، وتروح تقدم نفسك وتقدم افكارك وتعمل كده برزنتيشن قوي جدا. ولما تعمل كده يا سلام، هذه اسمها الوصوليه. اوعى تعمل كده، السكة دي مش سكة ربنا، الفكرة ده مش فكر المسيح، ما تعملش كده. رجل سمع الكلام وما نفذش الفكرة اللي اتعرضت عليه ديت، ومشي حياته بفكر الاتضاع، عطاعة حتى الموت، موت الصليب. شيل صليبك حبيبي، حط نفسك شويتين تحت، يعني زي ما المسيح حط نفسه تحت. وفي المزمور الحلو ده أرجوكم نروح نقراه، مزمور جميل مش موجود في مزامير السواعي، مزمور 40 انتظار انتظرت الرب، يقول لك اخرج رجلي من طين الحمأة، طين الموت اللي رب المجد يسوع النهارده يوم الاحد رمز القيامه شاله عشاني وحط رجليه مكاني عشان يقوم. في فكر العالم المسيح مات يوم الجمعه، فكر اليهود ان هم تخلصوا من المشكله يوم الجمعه وصلبوا وخلاص، لكن فكر المسيح انه يقوم في اليوم الثالث، ان اللي يزرع ده هو يقوم مرة ثانية ويشد آدم وبنيه ويخرجهم إلى الفردوس. ده فكر المسيح. فكر المسيح مليان اتضاع، فكر المسيح فيه قبول للصليب، فكر المسيح فيه إني لما تيجي تجربة أقول له يا رب شيلها معايا، أنا مش قادر أشيل دي لوحدي، لكن ما أقولوش بلاش تجارب. أنا بقول علمنا كده، أنا بقول إيه؟ من يهرب من التجربة إيه؟ يهرب من الله. لما تيجي تجربه اقول له يا رب شيلها معايا، لكن ما تجيبليش مرض يا رب، ما تجيبليش خطيه، ما تجيبليش يا رب انا ما بجيبش الخطايا، لكن ما تجيبليش اي حاجه تزعلني، انا عايز اعيش كده ايه فت طول عمري، اعيش كده تمام مرتاح مبسوط نايم واكل شارب زي الفل، مش حاجه تحصل لي وحشه ابدا يا رب. وفي الاخر دخلني معاك ملكوت السماء. ده ايه الحسبه الحلوه دي؟ الحسبه الحلوه دي مش في المسيحيه اصلا، المسيحيه فيها صليب لكن كمان فيها قيام. فكر المسيح فيه احتمال، فيه صبر، فيه رجاء، فيه إيمان بأن الله قادر أن يجعل من أبكرجون ومن تكلى ومن موجي
من القديسين الحلوين اللي قرناهم النهارده، قديسين وشهداء جوه الكنيسه عشان يرفعوا اسم ربنا ويقول ان سكه ربنا هي اللي هتقوم العازر من الموت، وهي اللي هيبقى العازر ده مثل لقيامه المسيح اللي هيقيم اجسادنا كلنا له كل مجد وكرامه الان وكل اوان الى ظهر كل الحين.